Welcome to Rancho San Diego. اليوم راح اسوي اختبار لهاي الدراجة اللي تشتغل بس على البطارية. بطارية بحجم 72 فولت 23 امبير. بنفس الوقت قلت راح اخذكم وياي بجولة داخل المدينة ونشوف ايش قد تمشي هاي الدراجة على شحنة وحدة، ايش قد كم ساعة وكم كيلومتر وكم ميل. بنفس الوقت قلت اخذكم بجولة اشوفكم المدينة اللي انا ساكن بيها، مدينة كلش حلوة والجو اليوم بعد احلى. خلوا لايك وخلوا متابعة وفعلوا جرس وخلونا نبدي الفيديو وننتقل على الجو برو. طبعا انا قبل ما اطلع شحنت فول، يعني خليت المحولة تصير لونها اخضر، كتب لي فول دا يشوفون اف حتى اشوف ايش قد نقدر نمشي بيه. واني هسه حاليا بكندي بارك، خليني اطلع من هنا. وبنفس الوقت قلت اليوم همينه راح اشوفكم الشقق والبيوت اللي موجوده بهاي المدينه. هواية تجيني اسئله بخصوص اسعار الايجارات واسعار ايجارات البيوت والشقق. راح نروح على اكثر الشقق الموجوده هنا بمدينه الكاهون واشرح لكم على الاسعار واشوفكم بقيه التفاصيل مالتها. راح ابديكم هي الشقق الرخيصه اللي يعني تعتبر متوسطه الى الشقق الضخمه، وبعدين راح اشرح لكم على البيوت اللي اسعارها يعني تعتبر اسعارها جدا عاليه. اكثر الشوارع مخططه تخطيط كامل مثل ما تشوفون هذا اللي قدامكم، تخطيط خاص للبايسكلات وللدراجات اللي على البطاريه. بس انا بهذا البايسكل او نقول دراجه مو بايسكل، بهاي الدراجه الكهربائيه يعني اقدر امشي ويا السيارات. يعني انا ما صورت لكم فيديو سابقا التسارع مالته ومشي داخل المدينه، لانه طلعت ويا حسين صديقي، وحسين صديقي يعني بايسكله يمشي اكثر شيء 25 ميل. بس هسه راح امشي هاني هسه على الايكو، نحول السرعه الوسط ونقول يا الله. ستوب ساين، هنا الستوب ساين يعني همنا لازم نوقف بيه. مو معناته انه انت عندك بايسكل او دراجه يعني ما راح توقف. طبعا نسيت الابل واتش مالتي، الساعه مالتي، وانا متعلم عليها فلازم اروح للبيت اخذها. حاليا الساعه ب 12 الظهر 12:05، باتري فول. خلنا نطلع من هنا هاي المنطقة، هاي منطقتي اللي أنا ساكن بيها، منطقة كلش حلوة. شوفون هنا السبيد ليميت 25، هنا السرعة المحددة، لأنه داخل المدينة 25 ميل بالساعة تقريبا 40 كيلومتر إذا نحسبها بالكيلومتر. خلي أدوس له شوية للبايسكل. اوه شلعة حلوة. والحلو بالموضوع الخوذة، يعني ما اسمع اي صوت مال الهواء، نفس الوقت اني محافظ على راسي والجفوف همينة. طبعا اني سويت اوردر جفوف من امازون انه تكون بيها السيفتي، يعني تحافظ على الايد، بس بعدها ما جاية. وحاليا اني ايش لبست؟ نزعت القميص الاحمر، لبست قميص اصفر، مرة ابوي اشترى لي لانه هذا القميص يشوفوك السيارات، الدراجة صعبة واحد يشوفها. شوف هسه هذيك الدراجة مخلي لها صندوق، هذيك همينة سرعتها 60، يعني حالها حال بايسكلي، وجوز ما تبيها شلعة اكثر، لانه اذا اشوف داباو عليها الشلعة مالته مو كلش قوية. البطارية تكون اقوى بالشلعة اكثر من البنزين، خاصة اذا كانت ضخمة. هسه ليش تروحون بعيد؟ عندك مثلا سيارة التسلا، التسلا الشلعة مالتها كلش قوية. شوف هسه اني ويا السيارات طرطست هاي. هذا هسه راح يبدي شارع المين ستريت، اكثر المحلات العربية راح تلقوها هنا في هذا المكان، اسواق عربية وحلاليق
هنا طبعا ذاك الوولمارت هناك، هذا السكند، هذا الشارع يروح على الخط السريع، يطلعنا على الخط السريع اذا تروحون للداون تاون او المدينة. وهذا اكثر مكان مشهور هنا، هذا شارع المين ستريت، هاي كليتها محلات عربية واسواق عربية. خلي امشي على الرصيف حتى اشوفكم. هذا هنا مطعم العزائم، هنا يبيعون همينة، هذا حلاق، هنا تصليح مال الحاسبات وتصليح مال التليفونات، هنا تحويل الوصفات مجانا، اعتقد هاي صيدلية فتحوها بالجديد. ازياء المواسم همينة هنا مشهورة، ملابس تركية، ملابس همينة على الموديل. هنا همينة اسواق عربية، هاي المحلات كليتها عربية. وهذا اقدم محل بمدينة الكاهون اتذكره، هذا اسواق بيج بير، اسواق عربية يبيعون مواد غذائية. وهنا همينة حلاق عربي، هذا مطعم فتحوه جديد همينة يبيع بيتزا يمكن، مجوهرات العروس. حلو المنطقة. وهنا هذا ال 7-11، يقول لك هورن. وهذا هنا مبنى المحكمة، لا سمح الله اذا صار شيء هنا يجي. هذا الباركينج مالتهم، بناية كلش ضخمة. واكو مكان هسه اعتقد البناية اللي وراها همينة مركز مال الشرطة. اليوم جاين فوكس نيوز هنا، ما اعرف، اعتقد مرات تكون هنا محاكمات مال اشخاص يعني بارزين، فيجون هنا يصورون. وهذا من هنا وهيجي راح يبدي الداون تاون مال مدينة الكاهون. هنا كانت نافورات بس ما اعرف ليش مطفينهن. نطلع من هنا، شوف هذا البايسكل او الدراجة، هو هذا فايدته، ماكو فد شي اسمه ازدحام، فوت. هنا انا امين على اليمين وعلى اليسار كلية محلات عربية ويبيعون ملابس ويبيعون اثاث، همين اكو الاثاث التركية، اثاث التركي. هذا الكاهون داون تاون قدامنا. مدينة الكاهون تأسست سنة 1912، هذا أكثر مكان يصير به ازدحام هنا هذا الترافيك لايت، لأنه يطلع على الفري واي من هنا على اليمين، وهنا على اليسار كلها الأماكن السكنية. والله فتت من هنا من يم ستاربكس، اشتهيت ستاربكس، خليني أروح على ستاربكس. طبعا الحلو البي هاي الدراجة الكهربائية انه خلنا اطفيها، وهذا السويتش مالتها، شوف راح اقفلها انقفلت، هذا الجهاز الانذار مالتها. فاذا اجي واحد هسه خلنا احركها اني، راح تعيط هيج، راح تصيح، هذا راح يطلع صوتها. بس اذا يجي واحد ياخذها ويدفعها راح تظل تطلع هذا الصوت، ما راح تسكت، فراح تعرف انه اكو شخص راح يبوقها او راح يعني ياخذها. خلينا نطبها هسه جوا ونشتري ستاربكس. هاي كان اي جيت كارمل ماكيادو ميديوم؟ ام ذس بي اد؟ ذس جونا بي هوت اور ايس؟ يس، ايس. يس. اني سنه ميديوم، رايت؟ يس، ذس رايت. ماكس خلينا ننتظر هنا نكمل. ليش قلت لها اسمي ماكس؟ لانه اذا راح اقول لها اسمي جعفر راح تقول لي شنو السبيل مالته، شلون تسوي السبيل مالته، انه تعال قول لها جي اي اي اف اي ار، فماكس ام اي اكس ماكس. وهاي اللي اسمها كارمل ماكيادو، اذا تجون على ستاربكس كلش طيب، كوفي ويا حليب ويا كارمل.
COVID-19 testing results in minutes, يعني بدقيقة واحدة تقدر تسوي اختبار مال كورونا فيروس COVID-19. هاي هنا أنا شركة كيا، خلينا نطب ونشوف السيارات كيا. شنو رأيكم بسيارات كيا؟ بالعراقية مشهورة سيارات كيا. نفس الشيء هنا أنا، يعني حاليا كل الدلارية اللي هم تجار السيارات يعانون من نقص السيارات، يعني هسه حاليا ما يصير استيراد كلش قوي بالنسبة للسيارات. فهاي السول واي سيارات، حتى شنو سينا، هاي هايلندر، هاي اودي، هذا اعتقد هذا السيرفيس ديبارتمنت، هذا هنا مال التصليح مال السيارات. هنا شخص عنده سيارته عاطله يجيبها هنا يصلحوا لها او يبدلوا لها دهن. هاي هنا شركة مازدا، ايش بيه هذا ازدحامات، هاي انا اقدر اصير اول واحد. انا طب منه انا على هذا المجمع السادين، هذا الشارع هذا من المسدود منه. شنو بما انه اني عندي شغله بالبنك، هذا البنك مالتي اسمه تشيس، فخلي انزل عليهم، خليه هنا، شوف راح اخليه هنا بنص الباركينج كانه سياره. نطفيه. Yeah, this one it's on battery, so it's just battery. Yeah, but like how many miles you mean? So it's give you like 80 miles. 80 miles for one charge. One charge 80 miles. That's you can like go like 60 miles per hour. The speed is very fast. Yeah. The gas is very expensive. Yeah, but this one is expensive too. $5,000. How much? $5,000. Yeah, it's too expensive because the battery is very expensive. It's 72 volt. Yeah. But is that good for you? Yeah, but I love it. I have two cars. I have two vehicles. Yeah, so I love like e-bike. I have the biking, like bike have a battery, and I have a YouTube channel. I'm YouTuber. So I have YouTube channel and TikTok and Instagram. So that's my favorite thing to do. You speak Arabic? Yes. Is that Arabic? Yes. حبيبي شلونك؟ الله يسلمك. الحمد لله. أنا عراقي. اسمي جعفر. ساكن هنا أنا قريب من نانا. هي هاي هوايتي دائما، انه البايسيكل او الدراجات. انا هسه اكثر شيء على التيك توك، خلنا نعطيك حسابي على التيك توك. عندي هواي متابعين على التيك توك، تقريبا راح يصير 50,000 ما شاء الله. هذا حسابي على التيك توك، هذا انا اسمي جعفر فلوجز. اقدر اخذ صوره عادي؟ اي ليش لا، عاد عندي فيديوهات يعني هذا مليون مشاهده. اي على سوق الهرج. اي سوق الهرج اللي مره مرتين فجروه. احنا محلنا ببابي الشرقي، نبيع الكترونيات. كنا محلنا ببابي الشرقي سوق هرج. تعرف عدنان الحيالي؟ عدنان الحيالي شلون ما اعرفه؟ شلون ما نعرفه؟ احنا انا والدي يعرفون بعد اكثر. حقت على الماكينه مال بيبسي اللي قبال محله، كان شريكه حيدر. اي هسه لو تحكي ويا والدي، اي نعرفهم كلهم، ذولا كلهم اصدقائنا. ابوي يعني من السبعينات هناك. شلون صدفة حلوة، هو جاي يسألني عباله أنا يعني أمريكي، ما عباله عراقي، وطلع عراقي وطلع يشتغل كان سابقا بباب الشرقي. يعني فمدينة الكاهون بها هواية جالية عربية وعراقية، كلش هواية. سويت ازدحام. نطلع منين؟ نطلع اوكي.
تقريبا مشيت 60 كيلومتر بالساعة. صوت يعني مشكلته بصوت، يعني انا هسه لو راكب هاي الدراجه كان لو احكي وياكم كان ما سمعتوا صوتي. فهذا الفرق بين الدراجه البطح واللي محركها ضخم وبين الدراجه اللي تشتغل على البطاريه، ما تسمع بس صوت الهواء. لا هذا شنو هذا ميت هنا، هذا ما اعرف جريدي ما اعرف شنو هذا ميت هنا حيوان. شنو الطيارة؟ طبعا انا هسه بغير مدينة، مدينة اسمها لاميسا. شوف هذا الشارع من تلقون هاي العلامة عليه، يعني معناته هذا المكان مختلط بايسكلات وسيارات يمشون به. هذا المنظر ايش قد حلو مال الاشجار، يعني هاي الاشجار من زرعوهن يعني مهندس زرعهن، مو شخص انسان عادي زرعهن. شوف حتى المسافة اللي بين هاي الشجرة وبين هاي الشجرة يعني قايسينها قياس، يعني مو قبل جاي وزارعينهن، لا مخططين انه من راح يكبرن راح يصيرن بهذا الشكل. عجيب امهم شلون بنوا هذا البلد. طبعا هذا تريل من هنا، يعني ممنوع هو الدراجات النارية، بس هو هذا يعتبر بايسيكل ما يعتبر دراجة. فخلينا نطلع بكلية قبل ونشوف لي وين يريد يوصلنا. انا اعتقد قبل جاي هنا، والله مكان حلو وحتى بخريطة ظاهرة يعني المكان كلش كبير. اكو بحيرة هنا صاير حريق. شوف هاي الاشجار، هاي شجرة محروقة هنا، حتى اشتميت ريحة مال الحريق. هذا الجبل كليته القدامي محروق، وهاي كليتها محروقة. هاي بعدني مستمر بالتريل وما اعرف وين راح يوديني هذا المكان. هذا هسه كله نزول، اوكي هاي مي شلون راح نعبره هذا؟ طبعا هاي انا هسه جوا الجسر. هاي الدراجة من اشتريتها كان اكو بيها نوعيتين، النوعية الاولى يصير التاير مالتها خشن كأنه تاير جبلي، بس هاي النوعية هذا يصيحوها مال سيتي مال مدينة داخل المدينة. فاكو ناس يعني يحبون يروحون مثلا على الجبال، تسلق الجبال بما انه هو بطاريته كلش قوية والشلعة مالته قوية، فاكو ناس يقول لك انا ليش اشتري دراجة جبلية، اشتري هذا البايسيكل. يمنى لو يسرى ما اعرف، بس انا راح اخذ اليمنى. اوه صعده، هذا ما تهمه صعده، صعده قويه صعده خفيفه ماكو حبيبي، روح طير. هذا صبار اسمه
نسيت اسمه والله، صبار. ايش قد يعجبني من افوت بهيجي مكانات. لا بحال المكان، شنو هاي؟ معقولة؟ شنو الجمال هذا؟ شوف الاشجار شلون نازلة. هذا المنظر كنت اشوفه بس بالافلام الاجنبية، دائما يروحون تخييم او يروحون مكانات يشوفون هيك مكان، طبون بهيك مكان اقصد. مكان كلش حلو. هاي البحيرة قدامي، المكان كلش حلو هنا، وحتى مخلي المصطبة هنا. شوف هاي المصطبة هنا تقعد وقدامك البحيرة، ومنطقة كلها جبال. وبعد المكان ما جاي يخلص، يعني اعتقد بعد اكو هواية تقدر تمشي اللي قدام. شوف المسافة بعيدة. هذا همين اكو بارك هنا. واو المكان هذا شقد حلو، لازم اروح لهذا المكان. خليني اشوف منين اقدر اطب له. How are you doing, sir? البيت يبعد عني تقريبا 33 دقيقة. هسه طلعته بالجي بي اس، تقريبا 500 ميال ونص. شوف الحجي همينه على البايسكل. بعطينا على بايسكله. هذا الترافيك لايت قاعد عليه ازدحام، بس انا ايش راح اسوي؟ راح اوقف اول واحد. هاي المنطقة اسمها لكسايد، يعني قريبة عليها، تعتبر حدودية ويا المدينة اللي أنا ساكن بيها. على شنو واقفين هنا؟ أنا ما أعرف، أعتقد أكو مدرسة هناك، واقفين على السرة مال المدرسة. والحجية جاي تاكل. طبعا لحد هسه أنا ما مستخدم سرعة السبورت، السرعة الثالثة، دا أستخدم السرعة الوسط، لانه داخل المدينة يعني اكثر شيء تقدر تمشي به 45، وهي المدينة ازدحامات بالنسبة اللي يسألون على السرعة. اما اذا تخليه على السبورت تقدر تمشي عليه حتى على الخط السريع. يعني هنا انا بس انا دا امشي 30 واحس بي انه البايسيكل او الدراجة طايرة. حجي وين تيجي تروح؟ وهاي اني رجعت لمدينة الكاهون، نفس المكان اللي انطلقت به، وشحن عندي نص. Welcome to Rancho San Diego. هاي المنطقة اسمها رانشو سان دييغو. الباتري اقل من نص بخط واحد لحد هسه، صار لي اكثر من ساعتين، وافتريت تقريبا يمكن 3 مدن ما عدا المدينة اللي انا ساكن بيها. فالبطارية عنيدة ما جاي تقبل تنزل، يعني انت تتعب من السياقة والباتري ما ينزل. من الدراجات هذول قروبات همينة، يعني هسه اتمنى
فشخص مثلا من هنا ساكن بهاي المدينة وعده نفس هذا الدراجة مالتي الكهربائية ونطلع نروح مكانات نسافر مكانات. أنا أحب هاي الأشياء بس مو دراجة، ما أحب الدراجة. دراجة يعني أشوفها خطرة وبنفس الوقت تحتاج وقت، لازم تروح مدرسة، ومثل ما قلت الصوت يعني هسه أنا هسه مشغلة ومشتغل هذا الدراجة، مستقبلا راح تشوفون هواية هيك دراجات على البطارية وأسعارهن وتزيد. يعني أنا هسه اليوم قلت راح أشوف البطارية مالتي، احتمال اشتري البطارية الأكبر. عندك خيارات هواية، البطارية اللي 64 أمبير يعني تعطيك أكثر أميال، بس قلت أريد أشوفه يعني راح تفيدني أو لا. بس لحد هسه يعني أنا وين أريد أروح بيه أكثر من هاي الفارة اللي هسه اليوم كنت بيها أنا؟ مستحيل. هيلتون هيد لوكال بارك، هذا همينة بارك. تشوفون كمية الباركات، يعني كل مدينة بها أقشفة 5-6 باركات للأطفال، بها ألعاب هناك همينة. وهاي مال تنس أو كرة سلة، مو تنس نانا. خلي أروح نانا أقعد شوية، شوف لي مكان أقعد بيه ارتاح. البايسيكل قعدته حلوه مريحه، يعني ما بي اي مشكله، حتى لو تقعد عليها 3 ساعات 4 ساعات ما راح ياذي ظهرك. هاي المدينه تعتبر راقيه، بس تشوفون البيوت فخمه بشكل. ايجار هذين البيوت اذا اكل الايجار تقريبا اسعارهم تكون 3500 دولار 3 غرف، لانه البيوت قليل يجي غرفتين، اكثر شيء 3 غرف. ف هاي اسعارهن. اما اذا شراء يعني نص مليون دولار، اكثر من نص مليون دولار تصير اسعارهم، وتوصل للمليون اذا بيت جديد مبني ونظيف مثل هذين البيوت يوصل الى مليون دولار. يعني اسعار خياليه، البنوك تنطي نفس الوقت ترى هضل طول عمرك تدفع اقساطات شهرية للبنك. طلع من هنا الباتري، طبعا من طفيت الدراجة وشغلتها المرة الثانية صعد خط، مو نزل صعد خط، ما فيش حال من كيفه. فهسه أنا عندي شحن نص الساعة بثلاثة ونص، أعتقد مسوي له يعني نظام من تضرب بريك يشحن الباتري، وإلا يعني لحد هسه وبعد أقل من نص بشوية. بس أنا مخليه على السرعة الثالثة، دا أمشي 40 ميل بالساعة 65 أو 70 كيلومتر. ويا السيارات دا أمشي والهواء يضرب بيه، وأقدر أسبقه للسيارة بعد. كينيدي بارك، هذا البارك اللي دائما تشوفونه قريب على بيتنا. هذول جماعة الهاي سكول من يطلعون من مدارسهم يتجمعون هنا، وعمرهم كلش صغيرة. بس اليوم أنا عاندت ويا هاي الدراجة على الباتري، لازم أشوفها شقد وتطفى لو يبقى بي خط واحد، ما أرجع للبيت إذا ما أشوف شقد تمشي على البطارية. يعني أنا بالنسبة لي هذا الوقت كلش كافي، ما عندي اي مشكلة بهذا الوقت، يعني وقت زايد انا ما راح اطلع حلقة لان انا عندي سيارة، وحتى لو اريد اطلع المكان ما راح اروح له بالدراجة، راح اخليه بالسيارة واخذه للمكان اللي اريد اروح له. بس على مود اشوفكم انه ايش قد يبقى بيه شحن الباتري
وش قد تقدرون تمشون بي. Excuse me, sorry. حتى تصير عندكم فكرة على هذا البايسكل. يعني أنا أقول لك إذا نقيسه كمسافة، إذا تيجي تروح بي من بغداد جديدة الباب الشرجي يمكن تروح بي وتجي فت 5-6 مرات وأعتقد أكثر، لأن هم كاتبين عليه الشركة تمشي بي 85 ميل. 85 ميل إذا تجي تضربها بالكيلومتر يصير تقريبا 120 كيلومتر. ف واي 120 كيلومتر؟ أدري هاون 120. قمامة شوف وين ذابيهن، يعني طول يجون بالليل يذبون هنا ويروحون، لأنه تعرفون أنه هاي الزبالة تعتبر هاي زبالة لازم واحد يدفع عليها فلوس حتى يذبها بمكانات مخصصة. بس دول شي يسوون يجيبوها يذبوها هنا بالشارع، الدنيا ليل ما حد ماكو. طبعا أنا هسه راجع للبيت والشحن بعد بي تقريبا 3 أكثر من 4 ساعات على هاي الدراجة الكهربائية، كان الشحن فول وبقن 3 خطوط مثل ما تشوفون. مشيت على السرعة الوسط تقريبا 50 ميل، مشيت عليه بما يعادل 80 كيلومتر. 4 ساعات قاعد على الدراجة لا صدق تعبت. عموما أنا بالنسبة لي ما رح أشتري البطارية الأكبر من هاي اللي 64 أمبير، لأنه هي هاي ومثل ما نقول جابت العيد. يعني مستحيل أنا راح أقعد على الدراجة ماتي أكثر من 5 ساعات أو 6 ساعات، يعني حتى لو واحد يقدر يروح بها الشغلة ويرجع ما راح تواجه أي مشكلة. المسافة اللي قطعتها بالضبط يعني تقريبا 40 ميل بما يعادل إذا نجي نحسبها 65 كيلومتر، وبعد البطارية بها 3 خطوط بين الثلاثة وبين الأربعة، مرات تصير 4 مرات تصير 3. بطارية كلش ضخمة والبطارية هي ليثيوم. عموما وصلنا إلى نهاية الفيديو، دعمكم بلايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى أستمر وياكم بهيجي فيديوهات. كتبوا لي كومنت، وإذا عندكم أفكار همين كتبوا لي كومنت. أشوفكم بفيديو ثاني.